التجربة كانت قيمة ومجهود البنات اللي مشاو في الفكرة متاعنا أن نعملوا تاع الأعمال الخيرية قبل ما توفى المسابقة حتى نشوفوا ديجا معناها سي ان انجاجمون اليوم هما وكريديبيليتي اليوم هما باش العباد تعرف اللي حتى كان هما صغار وما عندهمش فلوس راهم ينجموا يعملوا برشا حاجات والإنسان اللي يحب يخدم بلاده ساعات ما يستحقش بالحق فلوس، يستحق قدرة ويستحق ذكاء ويستحق تواصل ويستحق سورتو محبة البلاد. ممكن جديد كما قلت لك السنة كنا بعد ما توفى الميس تولي نعملوا بالأعمال الخيرية، هي تقوم بالأعمال الخيرية وحنا نتبعوها. السنة قلنا سي ديفيرون، نحبوا السنة نركزوا على الجهات، أن كل جهة عندها ملكة جمال متاعها وعندها القدرة الملكة الجمال هذيك باش تحسن الجهة متاعها وتخدم الجهة متاعها. Donc maintenant les jeux se font entre Miss Sfax et Miss Mendia. Miss Tunisie 2016 et Miss Sfax. Miss Sfax. أتوقع نكون من لي توب فايف تيتر ميس تونيزي صحيح أنا خدمت أما كيما توقعت لي توقعت البنات الكل دونك الحمد لله اللي أنا هزيت التيتر وإن شاء الله نكون في حسن الظن. اليوم ماهوش كان الجمال الخارجي كهو، اليوم جمال خارجي وداخلي واللي يثبت هذا أحسن مثال هو بروجي المدرسة مدرسة البديرنا بالنسبة لي بالنسبة للكونديدات الكل وحدة مدرستها. دونك باش نواصل في عمل الاجتماعي نتاعي ديجا أنا بديت بعض النشاطات وان شاء الله باش نكون قدوه للشباب وقدرة ربي نعمل احسن. تسلم